القدس الإله الواحد أمين. الإصحاح الثاني من بشارة إنجيل معلمنا ماري مرقس الرسول الطاهر الشهيد بركاته علينا أمين. ثم دخل كفر ناحوم أيضا بعد أيام فسمع أنه في بيته، وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب، فكان يخاطبهم بالكلمة، وجاءوا إليه مقدمين مفلوجا يحمله أربعة، وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع كشفوا السقف حيث كان، وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: يا بني، مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم: لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل، حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط. ثم خرج أيضا إلى البحر وأتى إليه كل الجبر فعلمهم. وفيما هو مجتاز رأى لاوي ابن حلفة جالسا عند مكان الجباية، فقال له: اتبعني. فقام وتبعه. وفيما هو متكئ في بيته كان كثيرون من العشارين والخطاة يتكئون مع يسوع وتلاميذه، لأنهم كانوا كثيرين وتبعوه. وأما الكتبة والفريسيون فلما رأوه يأكل مع العشارين والخطاة قالوا لتلاميذه: ما باله يأكل ويشرب مع العشارين والخطاة؟ فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم أأتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. وكان تلاميذ يوحنا والفريسيين يصومون، فجاءوا وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن يصوم والعريس معه؟ مدام العريس معه لا يستطيعون أن يصوموا، ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون في تلك الأيام. ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، وإلا فالملء الجديد يأخذ من العتيق فيصير الخرق أردأ. وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة لألا تشق الخمر الجديدة الزقاق، فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة. واجتاز في السبت بين الزروع، فابتدأ تلاميذه يقطفون السنابل وهم سائرون. فقال له الفريسيون: انظر لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل؟ فقال له: أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين معه؟ كيف دخل بيت الله في أيام أبي يسار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة، وعطى الذين كانوا معه أيضا. ثم قال لهم: السبت إنما جعل لأجل الإنسان، لا الإنسان لأجل السبت، إذ ابن الإنسان هو رب السبت أيضا، والمجد لله دائما أبديا.
برضو في الإصحاح ده كعادة القديس مرقس أنه يذكر معجزات كتيرة، فذكر معجزة شفاء المفلوج من خلال أصدقائه الأربعة. الأربع أصدقاء دول إحنا ما نعرفش اسمهم، لكن نعرف الفضيلة اللي كانت واضحة في حياتهم، وهي فضيلة الوفاء. وفائهم لصاحبهم وصديقهم ابتدوا يبحثوا عن من يقدر أن يشفيه. طبعا معروف لنا كلنا أن الطب زمان ما كانش موجود بنفس الصورة اللي موجود بها النهاردة، لا مستشفيات، لا أدوية، لا علاجات كتيرة. لكن لما وصلوا لغاية المسيح اللي سمعوا أنه ممكن يشفي صديقهم، يقول لنا في آية 5، وأحبك تقف قدامها: فلما أرأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: يا بني، مغفورة لك خطاياك. العبارة المهمة هنا: لما رأى يسوع إيمانهم. ويمكن تستغرب وياي، رأى إيمانهم، هو الإيمان بيرى؟ الإيمان يرى من خلال العمل، عشان كده بولس الرسول يقول لنا الإيمان العامل بالمحبة. يعني إيمانك الداخلي بيترجم ويتحول إلى أعمال محبة، زي ما دول عملوا كده، اجتهدوا، طلعوا فوق السطح ونزلوا صديقهم. وطبعا لنا ان احنا نتخيل ازاي اربعة بينزلوا واحد على حمالة او حاجة زي السرير كده، نزلوا من خلال الحبال وقدام المسيح يقول له: مغفورة لك خطاياك. طبعا غفران الخطية ده العمل الذي يصنعه الله، هو الوحيد الذي يستطيع ان يغفر الخطية. لما ابتدى الموجودين مش عاجبهم الكلام من الكتبة، وابتدى المسيح يكشفهم، فابتدى يقول لهم: هو النهين أيسر يتقال للمفلوج: مغفورة لخطاياك، ولا قم واحمر سريرك وامشي؟ لكن عشان تعرفوا سلطان ابن الإنسان اللي هو ربنا يسوع المسيح إنه يغفر الخطايا، راح مكمل وقال له: قم واحمر سريرك واذهب إلى بيتك. يعني الأول الله شفى الروح من خطاياه، مغفورة لك خطاياه، وثانيا شفى الجسد لما قال له: قوم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. ونتهيألي الرجل العيان ده لف فرشته وقام وخرج، وكان لسه أصحابه فوق بيشدوا حبالهم ويحضروا نفسهم وبيرجعوا السقف زي ما كان علشان ينزلوا يلحقوا صاحبهم اللي بسبب إيمانهم ربنا تمم شفاءه. طبعا كانت فرحة كبيرة. فرحك الكبير إنك تكون إنسان وفي، وفي لأسرتك، وفي لإخواتك وأخواتك، وفي لأصدقائك، وفي لكنيستك، وأيضا وفي المجتمع، وفي لوطنك. الوفاء فضيلة مهمة جدا وتسبب فرح للإنسان. لكن هنا بيعلمنا إن وفائهم ده كان من خلال إيمان قوي. فإيمانك القوي يجعلك تكون إنسانا وفيا، مفرح للي حواليك، وأيضا أنت يكون عندك هذا الفرح العظيم. ربنا معك.